بعد أن كان الجميع في أمريكا متخوف مما سيحصل في يوم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا، خاصة بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول بداية الشهر. سلم المرشح الديمقراطي بايدن الرئاسة بعد ترامب، وهكذا أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد. المخاوف الأمنية كانت على شدها، وتم اتخاذ إجراءات مشددة لضمان عدم حصول خروقات تؤدي إلى حوادث أمنية خطيرة. ورغم قساوة البرد والجو انتشر الحرس الوطني وأيضا الشرطة لتأمين مكان تنصيب بايدن. هناك تقليد أمريكي متبع بأن يسلم الرئيس السابق الرئاسة للرئيس المنتخب كما فعلها أوباما وجورج بوش من قبله، لكن رحيل ترامب لم يكن في أجواء ودية لأنه لم يعترف بخسارته حتى الآن، حتى أنه ترك رسالة أخيرة لبايدن يقول فيها: جو تعلم أنني فزت، لا يعترف بالهزيمة حتى الآن. الرئيس الأمريكي الجديد بدأ أول أيامه كرئيس بإصدار قرارات تنفيذية معظمها يلغي قرارات سابقة اتخذها ترامب. هي القرارات أمامه الواحدة تلو الأخرى، أبرزها تعرفون ما هي؟ إنها إلغاء قرار حظر دخول رعايا دول مسلمة من ضمنها اليمن. نعم، هذا القرار الذي تسبب بأزمة كبيرة لكثير من اليمنيين الذين كانوا يرغبون بدخول أمريكا ولم يستطيعوا بسبب قرار الحظر. هذه صورة سابقة تعود لمظاهرات غاضبة قام بها أمريكيون احتجاجا على القرار الذي اتخذه ترامب يومها. ماذا قال الناس عن إلغاء قرار حظر دخول هذه الدول إلى أمريكا؟ دعونا نشاهد مشاهدين الأعزاء ونقتبس بعض التعليقات التي تحدثت عن هذا القرار. تقول هديل عويس: الحمد لله رفع حظر السفر عن مواطنين دول ذات غالبية مسلمة ضربتها الحروب، كم أسعد حين أرى أصدقاء من هذه الدول يتمكنون من الوصول إلى أمريكا التي تؤمن بالمهاجرين وتمنح المجتهدين كل الفرص للنجاح والسعي للأفضل. أيضا يقول هنا عادل: الموضوع عناد بين الاثنين، ترامب يرفع الحظر عن دول تنتشر فيها سلالة كورونا الجديدة، يريد صناعة أزمة لجو بايدن، أما بايدن يريد رفع حظر السفر القائم على العنصرية المقيتة التي فرضه ترامب، لكن بعد انتهاء كورونا أو بشرطات صحية محددة. وصاحبنا فاهم ويستعبط ترامب، عنده أهم من الصدق، عناده أهم من الصدق. هنا عبد الرحمن يقول: رفع الحظر عن بعض الدول المسلمة لا يغير شيئا، فقط في السابق لم تكن تستطيع حتى أخذ موعد في السفارات للحصول على فيزا، الآن تستطيع وتدفع الرسوم ولا تأخذ الفيزا، كثير بسيط الموضوع. هنا أيضا تعليق أو تغريدة لمحمد الأحمر يقول: يغادر ترامب كرئيس لإمبراطورية الأمريكية، وتطهر العالم من رجس أقذر رئيس منع مواطني 7 دول إسلامية من دخول أمريكا. كان أكثر رئيس فرض حكم الإرهاب الصهيوني على عدد من الحكومات ونقل السفارة إلى القدس وفرض حصار قطر ثم أنهاه ونشر الكراهية وحاول هدم الديمقراطية بهجوم همجي على الكونغرس. هنا أيضا رأي آخر لإكرام التي تقول: السياسة الأمريكية لم ولن تتغير، لذلك لا تنتظروا خيرا من بايدن، فهو كباقي الرؤساء السابقين. وأخيرا يقول محمد أو محمود: للأسف بتجربينا كل واحد منهم يمسك بيعمل الشهودة زي أوباما واللي قبله وغيرهم. هكذا يقول محمود. حسنا، كيف قابل اليمنيون هذا القرار؟ دعونا نشاهد أحدهم الذي تحدث في فيديو عن هذا القرار. طبعا القرارات اليوم الجديدة، وأول قرار اتخذه الرئيس الجديد جو بايدن. طبعا جو بايدن تنصب اليوم الصباح الساعة 11:00، ولسه أول يوم، شوفوا بأول ساعات من دخوله البيت الأبيض، أول قرار هو رفع الحظر عن 7 دول المسلمة المشمولة بالمسلم بان الذي سواها
ترامب. الحمد لله الحمد لله أنه بشارة خير، الرجل هذا إن شاء الله سيكون بشارة خير علينا جميعا. الشارع العربي أيضا رحب بإلغاء هذا القرار الذي رأوا أنه عنصري يستهدف شعوبا بعينها. خلال تولي فترة الرئيس الأمريكي ترامب السابق اللي انتهت هي يوم أمس البارحة، كان هناك عقوبات على العراقيين المقيمين على العراق وصعوبات كثيرة على المغتربين اللي يروحون إلى أمريكا، لكن عند استلام جو بايدن هناك تسهيلات للعراقيين خاصة، وهذا ما راح يسهل على الكثير من العراقيين اللي حقيقة حرموا من الفيزا اللي قدموها عن طريق السفر. هلا بالنسبه للتصريحات اللي قال عنها بايدن، يعني نحن ما لنا متأملين منه شيء كمجتمع سوري، لاني لا اللي قبله استفدنا منه ولا اللي قبله استفدنا منه ولا حدا اي تصريح كان لصالح الشعب السوري. دخول السودانيين لامريكا بتاشيره عاديه انهم كلاجئين ويلقوا كل حقوقهم من غير المعاناه اللي كانت حاصله زمان، هو ده وضع كويس بشكل عام و بيأثر في اقتصاد السودان بشكل كويس وبينمي البلد لقدام. إذا كانت هذه مجموعة من آراء الشارع العربي حول قرار بايدن الأخير.